السلام عليكم ورحمه الله. سر عجيب في سوره الفتح اخي الحبيب، اربع ايات فقط احفظها لتفتح لك الابواب المغلقه. هذه السوره ببركتها فتحت مكه المكرمه لاول مره. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. ويهديك صراطا مستقيما. والله ايها الاحبه هذه الآيه انا شخصيا جربتها مرات كثيره. لا يمكن ان يكون هناك امر مغلق الا ويفتح ببركه تكرار هذه الآيات الاربعه. سوف نتامل اليوم السر في هذه الآيات. ما هي الفائده عندما اقرا هذه الآيات؟ ماذا يتغير في حياتي اذا فهمت هذه الآيات؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إذا الهدف من القرآن هو التدبر والتذكر وليس مجرد القراءة وليس مجرد الحفظ الميكانيكي للآيات بدون فهم لأن الله عز وجل أخي الحبيب أنزل هذا القرآن ليغير حياتك هو غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغير حياة الصحابه الكرام اخرجهم من الظلمات الى النور، انتقل بهم الى الجاهليه من الجاهليه الى نور المعرفه، انتقل بهم من من غياهب الضلال الى نور الحق والايمان والهدى واليقين. دعوني اتامل معكم هذه الايات وكيف نحفظها، انا اريدك ان تحفظ معي اخي الحبيب رجاء لان لانني دائما اكرر واقول لا فائده من مجرد القراءة السريعة، نريد ان نقرا ثم نحفظ ثم نتدبر، هذه مراحل المراحل لتصل للتدبر، القراءة اولا، ثم الحفظ المتقن، ثم التدبر. انا فتحنا لك فتحا مبينا. هنا الملك عز وجل يخاطب حبيبه عليه الصلاه والسلام ويقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا، هو فتح مكه مبين استلم مكه من دون حرب، الناس الذين اخرجوه من مكه المكرمه تامل اخي الحبيب هذه فيها معنى ينعكس على حياتنا، هناك انسان قد يتربص بك يريد ان يؤذيك، يريد ان يضيق رزقك، انسان يحسدك على معيشتك، انسان همه ان يضرك، مثل هذا الانسان او مثل هذه هذه الظروف تعرض لها النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا يريدون قتله وتامروا عليه، واخرجوه من مكه الى من مكه مهاجرا الى المدينه، فوعده الله بالنصر وعاد لمكه فاتحا هذه البلده المباركه الطيبه المقدسه من دون حرب ومن دون قتال. ومن دون الدماء، وهذا اكبر دليل على ان الاسلام لم ينتشر بالسيف كما يقولون، بل انتشر بالحب والتسامح والعلم، لان قوة الاسلام في تعاليمه تكمن في تعاليمه، فعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة، طبق اعظم عمل في التاريخ، لم يطبقه احد. عفى عن هؤلاء الذين قتلوا من اصحابه، وتامروا على قتله واخرجوه. وحاولوا قتلهم وحاولوا إذاءهم وأخذوا أملاك المؤمنين واستعبدوهم وحاولوا تشريدهم وقتلهم والتخلص منهم وحاكوا المؤامرات ضدهم كل هذه الأعمال تصور هذه جرائم حرب اليوم بلغة القرن الحادي والعشرين النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة قال ما تظنون أني فاعل بكم بكل بساطه هم يعلمون انه نبي ولكن الكبر كان يمنعهم من الايمان وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين فهنا النبي بكل بساطه يقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم فيقولون اخ كريم وابن اخ كريم كانوا يعلمون صفات الكرم والعفو عند النبي عليه الصلاه والسلام، فعفى عنهم وقال اذهبوا فانتم الطلقاء. اطلقهم لوجه الله، وهنا بداوا يدخلون في دين الله افواجا. انظر هذا الموقف قلب اعداءه الى اتباع مخلصين مدافعين عنه صلى الله عليه وسلم. من منا اليوم يتمتع بهذه الأخلاق من منا اليوم يمارس العفو والتسامح فلذلك أخي الحبيب هنا قاعدة مهمة إذا أردت أن يفتح الله لك فتحا مبينا اعفو عن الناس طبق العفو اعف عمن أساء لك تسامح مع من تآمر ضدك هذا العفو هو مفتاح أبو... باب الفتح إذا أردت أن تفتح لك الأبواب المغلقة طبق العفو والتسامح والتواضع وحب الخير للناس إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك طيب بالله عليكم رسول كريم أمضى عمره كاملا يدعوهم إلى الإيمان ما هي الذنوب التي ارتكبها؟ <applause> يعني هل يعقل أن النبي لديه ذنوب وهو الذي عصمه الله من الشر ومن الذنب ومن الأذى ومن الإثم؟ طبعاً أبدا ولكن الله يريد أن يعلمنا يريد أن يقول لنا انظروا هذا رسول الله أقرب الخلق إلى, الل إلى الله عز وجل على الرغم من ذلك كان يستغفر الله أكثر من مئة مرة كل يوم فغفر الله ذنبه ماذا نفعل نحن إذا كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يستغفر الله كل يوم مئة مرة أنت ماذا, ماذا يجب أن تفعل وأنت المنغمس في الذنوب ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقول لك ما هي كان يحمل هم الملحدين والمنافقين والمشركين كان يتعب نفسه في سبيل أن يؤمنوا في سبيل أن ينقذهم من عذاب النار تصور معي أخي الحبيب يعني لذلك كان الله يعاتبه يقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فلعلك باخع نفسك متعب ومهلك نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني يتعب نفسه أسفا عليهم وحزنا عليهم لذلك كان يأمره سبحانه وتعالى ولا تحزن عليهم ف... فانت اقتدي بهذا النبي احب الخير للناس واتعب نفسك في سبيل ان تنصح الناس وتخدم الناس وتساعد الناس وتحب الخير لجميع الناس هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام ومن احب ان يكون مع النبي يوم القيامه يجب ان يقتدي باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ما تقدم وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما هذا النداء ليس للنبي فقط هو لنا ايضا هذا النداء هو لكل من رضي بهذا النبي رسولا ونبيا ما دمت رضيت به نبيا فهو قدوه لك والخطاب الموجه للنبي عليه الصلاه والسلام ايضا انت مقصود به، موجه لك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اذا انا عندما اقرا هذه الايات استبشر ان الله سيفتح لي هذا الباب المغلق الذي اظن انه لا يفتح، سييسر لي حل هذه المشكله المستعصيه التي لا اظن انها تحل. أه سيفتح لي هذا الباب الذي يئست منه سيفتح امامي ببركه هذه الايات الكريمه، وانه سيهديني الى الصراط المستقيم، والهدايه هنا ايها الاحبه لا تعني فقط هدايه الايمان، احيانا انسان يمرض ويدفع الكثير ويذهب من طبيب لطبيب لاخر وربما العلاج يكون بجانبه ومجاني ولا يدري. لم يهتدي للعلاج الصحيح، لم يهتدي للطريق القصير الذي يوصله الى هذا العلاج، يسلك طرق طويله جدا والطريق قصير مستقيم، نحن نعلم ان اقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم، لذلك الله سماه الصراط المستقيم، يعني الطريق المستقيم، يعني يهديك يا محمد عليه الصلاه والسلام طريقا مستقيما تصل به الى مرضات الله وتصل به الى حل مشاكلك ايضا في الدنيا وتصل به الى هدايه الناس لان يعني الله يقول ايضا مخاطبا النبي عليه الصلاه والسلام وانك يا محمد وانك لتهدي الى صراط مستقيم فهنا ينبغي ان انظر انا لنفسي انني ايضا انا مقصود بهذه الايه اذا قرات هذه الايات سوف يهديني الله صراطا مستقيما، طريقا مستقيما للايمان لحل مشاكلي، لعلاج امراضي، يهديني صراطا مستقيما للرزق لاقصر طريق للرزق وهكذا. وينصرك الله نصرا عزيزا. ايها الاحبه كلنا نحتاج لنوع ما من النصر في هذه الحياه، واكبر نصر تحققه اخي الحبيب ليس النصر المادي في معركه، لا. أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، أن تنتصر على شهواتك التي تأمرك بالشر، أن تنتصر على الحقد الذي في داخلك، أن تنتظر تنتصر على حب الانتقام الذي يغلف قلبك، عندما يسيء لك انسان تبرز في داخلك غريزة حب الانتقام، إذا انتصرت عليها وعفوت عن هذا الإنسان، هذا هو النصر العزيز. أو هذا نوع من أنواع النصر، أن تنتصر على شيطانك، هذا نصر، أن تنتصر على حب الدنيا والشهوات، أن تنتصر على أكل أموال الناس بالباطل، كل يعني يعني أنواع النصر كثيرة جدا، وينصرك الله نصراً عزيزاً. لم طيب لماذا الله سيفتح لي الأبواب المغلقة ويهديني الصراط المستقيم وينصرني النصر العزيز؟ انظر معي إلى هذه الآية الأخيرة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أريدك وأنت تقرأ هذه الآية أن تغمض عينيك وترجع 1400 سنة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون كانوا في حالة ضيق وحاجة واستضعاف في بداية الدعوة. فانزل الله السكينه في قلوبهم الطمانينه وهذه ثمره الايمان عندما تؤمن بالله وتتوكل على الله ينزل الله عليك السكينه هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما هنا الموقع والموضع هذا يتطلب العزه والحكمه أن أنك أنك أنت الآن مع إله عزيز حكيم، الإنسان قد يكون عزيزا في قومه ولكن قد يكون متهور عديم الحكمة، وهناك إنسان قد يكون حكيم فعلا ولكنه ضعيف، فالله سبحانه وتعالى جمع هاتين الصفتين العزة والحكمة، فعلى الرغم من أنه عزيز، عزيز يعني فيه معنى القوة والسيطرة والتحكم وفيه معنى العزة، ان العزة لله جميعا ولرسوله وللمؤمنين، معنى العزة السيطرة، الملك بيده، القوة عنده، قادر على ان يعاقب، قادر على ان ينتقم، كل هذا من معاني العزة ولكن بنفس الوقت هو لا يظلم احدا لانه حكيم، هو يرحم عباده لانه حكيم، يعلم ما في قلوبهم فإذا هنا اخي الحبيب بعد ان فهمنا هذه الايات بهذه الطريقه يعني انا شخصيا اصبحت اتذوق هذه الايات بطريقه اخرى انني انا المقصود ايضا بهذه الايات لانني انا من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام والذي نصر النبي سينصرني والذي هدى النبي وفتح له ابواب النصر سيفتح لي الابواب المغلقه لانني انا اتمسك باله عزيز حكيم قوي قادر ان يحميني ويحفظني ويفتح لي كل باب مغلق ويهديني لاقصر طريق طريق مستقيم لاحل مشاكلي واتخلص من همومي واتخلص من ضيق الرزق وضيق العيش وضيق المرض وغير ذلك وبالتالي يعني رجاء أن احفظ هذه الآيات سأختم بها أكررها احفظها اخي الكريم اربع ايات لن تخسر الكثير من الوقت بل ستكون هذه الايات شفاء لك وستفرح بها يوم موتك يوم دخولك القبر القران ياتي من عند راسك يدافع عنك اخي الحبيب لحظه لقاء الله ستفرح عندما يقال يعني الله قال لنبيه عليه الصلاه والسلام ولنا وانه اي القران القران وانه لذكر لك يا محمد ولقومك يعني نحن وسوف تسالون تسالون عن هذا القران على الاقل تقول يا رب انا حفظت هذه الايات وفهمتها وفهمتها وتدبرتها وايقنت فيها وتذوقت حلاوتها انا فتحنا لك فتحا مبينا الايه رقم واحد سوره الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر كما قلت لك وانت تقرا تخيل أن ذنوبك تتساقط وأنت تقرأ هذه الآيات وأن الأبواب المغلقة ستفتح بإذن الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صيرة مستقيمة أيضا تعتقد وتستيقن أن الله سيهديك لحل مشاكلك والتخلص من همومك وأنه سيغفر لك إن شاء الله وينصرك الله نصرا عزيزا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا استيقن ان النصر سياتي على من يحسدك او يريد بك شرا وان الله قادر على ذلك وايقن ان السكينه ستاتي اليك لترتاح من هموم هذه الدنيا هو الذي انزل السكينه هذه الايه رقم أربعة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، انظر هذه الكلمات كلما كررتها يجب أن تستشعر زيادة الإيمان، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً، هذا المرض الذي أصابني هو جندي من جنود الله، هذا الزلزال الذي أخشى منه هو جندي من جنود الله. كل شيء الله له جنود ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما، احفظ هذه الايات رجاء ويفضل ان تكررها سبع مرات في حالات الضيق وعندما تستعصي مشكله عليك لا تحل ابدا ان شاء الله تكون هذه الايات يعني مفتاحا لحل هذه المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته